فترة قريبة كده اتقال ان انتي خلعتي وزير اعلام عربي. كان مقدم لك هدايا كبيرة اوي. حصل ولا ما حصلش؟ ما خدتش الهدية. يعني كان في هدية وما خدتهاش؟ ما خدتش الهدية. كنت متجوزاه ولا مش متجوزاه؟ لا. كان مشروع جواز بس يعني؟ كانت بتحبه. انا؟ ولا بحبه؟ لا طبعا. يعني ولا خدت الهدية ولا والله ما كانتش بتحبه يا ست الكل. لا ولا شفته. دي جوازة مصلحة كده. لا يا حبيبي ولا شفته. ولا شفتيه؟ ولا شفته. لا دي بتنكر كل حاجة. لا 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 مش هو كان بيبعت لي سكرتار. كان بيبعت لك السكرتار. انا شفته. ليل نهار. ايوه حصل. وكان بيعرض عليها كان حاجات كتير. ولا خدت هدية. السكرتير. ولا شفته. كان بيجي في ايده فاضية. يعني. ازاي يعني؟ مش ايده فاضية. انا كنت برفض. سنة كاملة السكرتير بيجيلك. وانت في الاخر بترفضي ليه؟ الفكة ما كانتش كتير ولا ايه؟ لا ما كنتش عياميها ما كنتش عايزه اتجوز جوازه مصلحه. امال دلوقتي عايزه تتجوزي جوازه دلوقتي مصلحة. ممكن طب ما نبعت تجيبه. ما تبعت تجيبه يا شيخ الحاره. اكلمه يا شيخ الحاره. اعمل حاجه قد الثمان سنين. طب يعني دلوقتي دماغي اتغيرت. هات الراجل وتعالى حبيبي قلبي. يلا تريني. ايوه يا شيخ الحاره يلا روح هاته بقى وتعالى لان انت جبت اخرك وهي مش عايزه تعترف لك بولا حاجه. بطلعك كذاب من عين. انا متاكده ان انت مش كذاب. طب اقول لك على حاجه. قول. اقول لك الهدايا ايه بالظبط. قول. فيلا في الشيخ زايد شاليه في الساحل. دول موجودين اساسا. وجوارات وعربيه. بس دول موجودين العربيه دول. رجعتهم. رجعتي كل الحاجات دي؟ حصل. لا ما عندكيش حق بقى يا صف. لا انت ما جبتش حاجه تانية كمان. إيه؟ فيلا في فرنسا بقى. كام وفيلا في فرنسا؟ ياس. ما هو في فرنسا ما فيش شيوخ حاره. يا نوسة قبل ما امشي هقول لك على مين شين. بعد الحلقه لما نخلص قول لي بره. لا هبعتها لك على الواتساب. ابعتها لي. وانا هبعتها لها. وانا هبعتها لها. يلا سلام عليك. سلام يا شيخ الحارة. من فترة قريبة كده اتقال ان انت خلعتي وزير اعلام عربي. كان مقدم لك هدايا كبيرة اوي. حصل ولا ما حصلش؟ ما خدتش الهدية. يعني كان في هدية وما خدتهاش؟ ما خدتش الهدية.